نريد صاحب الفضيلة، يعني الحديث سيكون عن شريحة كبيرة هي شريحة الشباب. كثير من أبنائنا يا شيخ يشتكون من وجود فجوة كبيرة بينهم وبين والديهم، بينهم وبين المربين، بين المعلمين. نريد يا شيخ أن تردم هذه الفجوة، يعني للأسف بسبب هذه الفجوة صاروا لقمة سائغة يا شيخ بأيدي أعدائنا، فللأسف يعني انزلقوا في منزلقات خطيرة وأصبحوا في مناطق الصراع، والأمر لا يخفى يا شيخ. ما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. القضية التي أشرت إليها وهي قضية تشغل كل ذي قلب حي من الوالدين بل من أصحاب التوجيه والتأثير في المجتمع، وذلك أن النشأ هو عماد المستقبل. الشباب اليوم هم قادة الغد، هم رجال المستقبل، وبالتالي حسن النظر في تربيتهم وحسن النظر في رعايتهم والقيام عليهم كما ينبغي يؤثر في خاصة شأنهم وفي مجموع شأن الأمة، وبالتالي المسؤولية عظيمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المسؤولية في عموم الولايات، فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هنا تشمل كل ما أوجبه الله تعالى على الإنسان من حقوق الله عز وجل ومن حقوق الخلق، ومن ألزم ما يكون من الحقوق حقوق الذرية الذين هم فرع منك، وولايتك عليهم أوثق الولايات من حيث التوجيه والتربية والقرب والتأثير. ولهذا ينبغي أن يعرف أثر هذه الولاية، ولذلك التفريط فيها ينعكس بالتأكيد على النشأ. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، وهذا يبين أن هناك إعانة سابقة من الله عز وجل في استقامة الولد وفي استقامة النشأ، وهو ما كان في الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة هي قاعدة يبنى عليها، وهي أساس تربة خصبة للبناء، فإذا كانت باقية على أصلها نقية أثمرت ثمارا طيبة، إذا سقيت بالتوجيه الحسن ورعيت بالرعاية الطيبة التي تفضي إلى طيب الثمار وجميل النتاج. إذا غفل عنها فسيكون الأمر على خلاف ذلك، تنحرف الفطرة وينحرف ما بعد ذلك من نتاج وثمار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه، وهذه مسؤولية رئيسة تبين حجم تأثير الأبوين في مسلك الولد. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ليست المسؤولية على أحدهما دون الآخر أبدا، هي مسؤولية مشتركة. وبالتالي تخلي بعض الأمهات عن رعاية أولادهم، تخلي بعض الآباء عن مسؤولية آبائهم، التقاذف المسؤولية، بمعنى أن الأم تقذف المسؤولية على الأب والأب يقذف المسؤولية على الأم، اللامبالاة من الأطراف كلها في بعض الأحيان بالغفلة وإكال الأمور إلى من ليس أهلا لطيب نشأ ولا لطيب ثمار، كالذي يكل أمر رعاية أولاده لعاملات، عاملات لا ثقافة لا خلفية لا ديانة لا لغة لا استقامة، يعني هن جئنا ليكتسبنا رزقا على موروث ضعيف وفكر معلوم، يعني لا نتنقص أحدا، لكن معلوم أن الذين يستخدمون للخدمة في البيوت هم من الطبقات في المجتمعات، من الطبقات التي حدها ظرفها الفكري والمادي والاجتماعي إلى أن تقبل بمثل هذا العمل. وبالتالي هؤلاء ليسوا أهلا أن يربوا نشأ أبناءنا وبناتنا وأن يكونوا رعاة لجيل النصب، أن يكون رائدا، نصب أن يكون قائدا، نصب أن يكون مصلحا، نصب أن يكون محققا لنجاح فردي قبل أن يكون نجاح جماعي. يعني إذا كان الأمر كذلك
فالإدراك لخطورة المسألة في هذا التضييع وهذا التقاذف للمسؤولية وهذا هذه الاتكالية التي نشاهدها من كثير من الأسر تنبئ بأننا مقبلون على مشكلات إذا لم نستبقها بمعالجات صحيحة واستدراكات سليمة فإننا سنجني حنظلا وندرك شرا نسأل الله أن يدفعه عنا وعن المسلمين. لذلك من المهم أن نستشعر المسؤولية. يعني أنت إذا نظرت إلى الأنبياء صفوة الله في رسله صفوة الله في خلقه من المرسلين والنبيين وجدت أن هم الولد وطيبه وصلاحه هم مقدم على مجيئه. ولذلك زكريا يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إبراهيم عليه السلام وزكريا يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فيسأل الله تعالى أن يرزقه وارثا يرثه بخير وما إلى ذلك من الأدعية الكثيرة التي حفظتها النصوص في الكتاب والسنة لصلاح الأولاد قبل مجيئهم، ثم إذا جاءوا اهتم لهم أبوهم، فهذا خليل الرحمن يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. هذا الهم في أن يقي أولاده السوء بالذراعة إلى الله عز وجل، وأن يعانوا على الخير بدعاء الله عز وجل وإقامة الصلاة التي إذا قامت قام كل شيء بعدها على وجه حسن. بالتأكيد يبين لنا أن الموضوع ليس أمرا هامشيا، أمر يشغل خليل الرحمن لا شك أنه أمر ذو بال وأنه أمر خطير وأنه أمر يحتاج إلى أن نلتفت إليه. أنا أدعو نفسي وإخواني إلى أن نبذل قصارى جهدنا. أعرف أن المدنية الحديثة أثرت والأجهزة المعاصرة كان لها تأثير كبير في وجود فجوة وتباعد بين الأبناء والبنات والأهل، مما جعل كثير من الأولاد ذكورا وإناثا يشعر بوحدة وعزلة عن محيطه، فهو يصبح ويمسي على هذه الأجهزة وعلى خدم يقومون بشأنه أو حتى على أصحاب ولو لم يكن خدم على هذه الأجهزة وما فيها من تواصل، هم الذين يوجهونه، هم الذين يعطونه الأفكار، هم الذين يصوغون شخصيته، وبالتالي نشاهد هذه الخروجات التي أصبحت ملموسة ومشاهدة سواء ذات اليمين أو ذات الشمال بالانحراف عن الطريق القويم. بعد هذا الانحراف يأتي الوالدان يعضان أصابع الندم، لكن لا ينفع في هذا المقام ندم، بل ينبغي أن نستدرك الخطأ والخطر. ولاحظ البذل العظيم الذي كان يبذله الأنبياء في تقويم أولادهم. نوح عليه السلام نموذج لذلك، حيث كان عليه الصلاة والسلام يأمر ولده في اللحظة الأخيرة في آخر لحظات إمكان الاستدراك يقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. سبق ما قدره الله تعالى، فلم ينفع النصح، لكن انظر إلى هذا الحرص الشديد على الولد في أن يستنقذه رغم ظهور الآيات وظهور العبر وانقطاع الحجج، إلا أنه مع هذا لم يمتنع من وصية ولدي. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك أدعو نفسي وإخواني إلى أن نفعل هذا في سلوكنا يا أخي، في دعائك، في اهتمامك، في قربك، يفتح الجسور مع أبنائك وبناتك، الأم مع بناتها والأب مع بناته وأولاده والأم مع أبنائها وبناته، نفتح الجسور. يعني لماذا نبقى على هذا النوع من الانشغال أو هذا النوع من الحوائل أو هذا النوع من الاتكالية ونظن أنه فقط المطلوب من الوالدين هو فقط الكفاية في المأكل، إذا بغوا أكل جاب لهم، إذا بغوا ملبس جاب لهم، إذا بغوا سفر حققه لهم، ثم أكبر.
ترك أرواحهم خاوية من احتواء، خاوية من توجيه. يعني الدلع الزائد هو نظير الإهمال الزائد والتقصير الزائد، فكلاهما سوءاته بينة ملموسة في حياة الناس. إنما المطلوب هو أن يكون الإنسان وسطا بين 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 توفير المتطلبات وبين منع ما يكون من المضرات، ولا نقدم لهم ما يهلكهم. وأقول كلمة، أدعو نفسي وكل من يسمعني من له ولاية، من أب أو أم أو أخ أو أخت كبرى، أن نعي حجم الأمر بتأمل هذه العبارة التي يقول فيها ابن القيم: وبالتأمل فإن غالب فساد وشقاء الأولاد من آبائهم. يعني غالب ما يعاين من الفساد والانحراف في الأولاد ذكورا وإناثا بسبب الآباء. ولهذا استدركوا الأمر ببذل الممكن من الإصلاح. وأنا أقول ما في شيء فات، الخير لا يفوت، بل نتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة ونمد الجسور ونطوي صفحة التقصير الماضي، ونستعين الله تعالى في الإصلاح خطوة خطوة. فكما أن البعد عن الحق والخير والفساد يبنى خطوة خطوة، فكذلك الجلب إلى الخير يكون كذلك خطوة خطوة. أسأل الله أن يقر عيوننا بصلاح أبنائنا وبناتنا، وأن يقيهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذهم من الانحراف بكل صوره، سواء كان الانحراف الذي يقودهم إلى التطرف وإلى الغلو وإلى التكفير والتفجير، أو الانحراف الذي يقودهم إلى الانحلال والإلحاد والخروج عن هدي خير الأنام ومجانبة الصراط القوي. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا.